Hello, welcome to today's lesson. Welcome to Egypt. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في حلقة النهاردة. لا طبعا دي مش حلقة، ده مش مسلسل ولا برنامج عشان نقول حلقة، أنا بس بهزر معاكم. بس مرحبا بكم في حصة النهاردة، بس هي مش هتكون حصة عادية، حصة تعليم لغة عربية لغة مصرية، بس هي مش حصة عادية. يعني أنا النهاردة هتكلم في كذا حاجة، بس يمكن تبصوا تحت، هعمل انا دلوقتي تحت هنا هحط بعد ما اعمل الفيديو هحط هنا نظام الترجمة، ترجمة الكلام للانجليزي. فيمكن يعني اذا ما كنتوش بتفهموا اللغة العربية لسه يمكن تشوفوا الترجمة. ليه انا عملت كده؟ انا قلت كده يعني تجربة، يعني علشان انا لسه لغاية دلوقتي بس نزلت بس كام فيديو لتعليم اللغة العربية، ومجرد بس الحروف وبعض الكلمات اللي بالحروف ديت. يعني بعض الكلمات مثلا اللي تبدأ مثلا بحرف السين واللي بتنتهي بحرف السين واللي في نص الكلمة فيه حرف السين. فمجرد بس عملت بس كام فيديو كده في الأول، ولسه قدامها نزل فيديوهات تانية. فالفيديو دي بس كده يعني ايه فكرة كده، قلت يعني عشان الناس اللي مستعجلة وعايزين يتعلموا اللغة العربية بسرعة يمكن تشوف يعني اللغة العربية أو اللغة المصرية شكلها عامل ازاي. إذا كنت انت لسه ما بتعرفش تكلم عربي أو مصري، فيمكن يبقى عندك فكرة دلوقتي وأنا بتكلم اللغة المصرية أو اللغة العربية بتكون عاملة ازاي. فطبعا دلوقتي إذا كنت انت لسه ما تعلمتش حاجة في اللغة العربية فمش هتفهم كلامي، بس لو كان عندك فكرة بسيطة أو فكرة في اللغة العربية يمكن تفهم بعض الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي. بس يمكن بعد كده لما هعمل فيديوهات تانية لسه هكمل باقي الحروف العربية، لسه في حروف كتير يعني باقي الحروف العربية. وبعد كده هعمل برضو فيديوهات مثلا الأرقام بالعربي والألوان، مثلا الألوان وأيام الأسبوع اسم شهور السنة وبعض الحاجات التانية يعني كده في الأول، الحاجات اللي البداية في الأول. وبعد كده بقى شوية شوية هزود المستوى، هخلي المستوى أصعب شوية، بس هبدأ في الأول بالحاجات السهلة وبعد كده هزود بقى المستوى شوية. وبرضه بالنسبة لهم مثلا لو في حد مثلا بيتفرج دلوقتي وبيفهم عربي، بس إذا كنت أنت مثلا ما بتفهمش إنجليزي وانا اكتر الفيديوهات اللي انا منزلها بالانجليزي، فاذا ما كنتش فاهم الفيديوهات بالانجليزي انا ما اقدرش احط ترجمة عربي. لان المشكلة ان تقريبا انا قريت على النت ان اليوتيوب غيروا النظام بتاعهم تقريبا قبل كده من حوالي سنة او اكتر، وقبل كده كان في ترجمة بتعمل من نفسه يعني، أو في ناس كان بيعملوا ترجمة للفيديوهات وكده كان بتعمل من نفسها. بس دلوقتي تقريبا لازم كل واحد من بنفسه يعمل ترجمة للفيديو، المشكلة ده بياخد وقت طويل جدا. لو أنا هعمل كل فيديو هعمله بالإنجليزي هقعد بقى كذا كذا ساعة عشان أعمل ترجمة للعربي على الفيديو، وإذا كنت مثلا هعمل ترجمة كمان باللغة الدنماركية كمان، ف الموضوع ده هياخد وقت كتير جدا. عشان كده انا ما عملتش الموضوع ده وما اعرفش بتعمل ازاي بالظبط، كمان مش عارف تعمل ازاي. يعني لازم طبعا واحد يدخل على اليوتيوب ويدخل على الاكونت بتاعه يعني، ويدخل على اليوتيوب بتاعه ويدخل في مكان معين يمكن يختار نظام الترجمة. ما ينفعش يحط الترجمة بقى يعني، لازم يدخل مكان بتاع الترجمة دون. بس أنا مجربتهاش يعني، قريت يعني واحد يمكن يعمل كده يدخل على موضوع الترجمة وبعد كده لازم يعني يسمع مثلا جزء من الفيديو مثلا وبعد كده يكتب الترجمة بتاعتها.
بعد كده يسمع الجزء اللي بعده يعمل الترجمة بتاعتها، ولازم بقى يظبط بالظبط، يعني لازم يكون مظبوط بالظبط بالدقيقة أو بالثانية، يكون الترجمة ماشية مع الكلام. وبعد لو فيديو مثلا تلت ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة، عشان واحد يحط ترجمة للفيديو ده كلمة بكلمة وكل الجمل ويترجم الفيديو ده، الموضوع ده يعني يمكن ياخد ساعات كتير، يعني عشان بس فيديو مثلا نص ساعة ولا ساعة، يمكن واحد يقعد بقى 5 ساعات ولا 10 ساعات ولا 20 ساعة عشان خاطر يترجم كل فيديو. الموضوع ده هياخد وقت طويل جدا. الناس اللي هم بيفهموا عربي بس لسه ما بيفهموش انجليزي مثلا، بس في عرب كتير طبعا، في عرب كتير بيفهموا انجليزي، بس انا بقول اللي هم العرب اللي هم مش بيفهموا انجليزي فيستحملوا شوية بقى، وما مش هقدر انا اترجم الفيديوهات الانجليزي للعربي، هياخد وقت طويل جدا. يعني يمكن بعض الفيديوهات اعمله في المستقبل، يعني يمكن اترجم بعض الفيديوهات في المستقبل لو خدت اللي هو الترجمة بتاعته، بس الموضوع ده هياخد وقت طويل جدا، بس يمكن في المستقبل. بس غير كده يمكن ايه، اذا كنت انت مثلا تفهم عربي وما تفهمش انجليزي، يمكن تفرج برضو وتحاول لو تفهم كام كلمة، لو فيك بعض الكلام مش فاهمه يمكن تحاول تدور على النت يعني ايه الكلمة ديت، وتاخد فكرة مثلا نفسك. او يمكن بعد كده انا بفكر اعمل فيديوهات، انا بفكر انا بعد كده انزل فيديوهات تعليم اللغة الانجليزي للعرب، يعني الناس العرب عايزين تعليم انجليزي، بفكر بعد كده في المستقبل اعمل بعض الفيديوهات برضو زي ما انا بعمل دلوقتي للتعليم العرب عربي للناس اللي بيفهموا انجليزي. فيمكن في المستقبل اعمل بعض الفيديوهات نظام برضه اللي هي البداية الحروف والارقام وبعض الكلمات، وشوية شوية ازود المستوى شوية. فيمكن بعد كده انزل فيديوهات برضه تعليم اللغة الانجليزي للعرب وكده. بس يمكن حتى دلوقتي الفيديوهات اللي انا بعمله بالنظام التعليم العربي، لو انت مثلا ما تفهمش انجليزي يمكن تستفاد منها برضه، يمكن تستفاد منها برضه، اقول لك ازاي يمكن تستفاد منها. اذا كنت انت مثلا بتفهم عربي وما بتفهمش انجليزي، فانا اكتر الفيديوهات اللي بنزلها مثلا دلوقتي بالنسبه للحروف وكده، ساعات بقول بكتب مثلا كلمه، مثلا اقول مثلا كلمه حصان معناها بالانجليزي هورس، او كلمه يعني بكتب بقول الكلمه مثلا بالعربي وكلمه بالانجليزي. فإذا كنت أنت مثلا متفهمش إنجليزي، يمكن بالطريقة ديت برضه يمكن تستفاد مثلا تعلم بعض الكلمات الإنجليزي، بس يمكن تكون أنت عارف بعض الكلمات دي أصلا، بس هو يمكن تفيدك يعني مؤقتا دلوقتي لغاية بعد كده في المستقبل يمكن أعمل فيديوهات تعليم إنجليزي للعرب مثلا. وغير كده على النت برضه على اليوتيوب في ناس تانيين منزلين حاجات لتعليم اللغة الإنجليزية، بس أنا في المستقبل يمكن أعمل كده برضه، أعمل بعض فيديوهات تعليم الإنجليزي للعرب. بس يمكن ساعات اعمل بعض الفيديوهات بالعربي برضو واكلم بالعربي، بس اكتر فيديوهات انا بعمله بالانجليزي عشان اكتر ناس بيتكلموا انجليزي. فده بالنسبة للناس العرب اللي هم مثلا لو في بعض العرب او مصريين او العرب ما بيفهموش انجليزي، فانا يمكن في المستقبل اعمل فيديوهات تعليم انجليزي مثلا للعرب، مثلا يمكن اعمل برضو فيديوهات تعليم الدنماركي مثلا كمان، بس الحاجات دي كلها في المستقبل يعني. وبالنسبة بقى للناس اللي هما ايه اللي موجودين هنا دلوقتي عشان يتعلموا عربي، عايزين يتعلموا عربي، فانا عملت فيديو بس كده تجربة دلوقتي كده ايه، اديكم فكرة يعني اللغة العربية عاملة ازاي، وفي نفس الوقت انا بوريكم يعني بوريكم ان انا هو بتكلم عربي. اصل في ناس يعني، بس لو انت لسه جديد، اذا كنت لسه جديد اول مرة تتفرج على القناة بتاعتي، فانت طبعا ما تعرفش انا بتكلم عن ايه، بس في بعض الناس ان انا كنت نزلت فيديوهات بيحكي عن حاجات عن موضوع البوليجلوت، بس اذا انت ما كنتش تعرف يعني ايه البوليجلوت، فيمكن تشوف الفيديوهات التانية عندي. بس موضوع البوليجلوت دول، فانا منزل فيديوهات عن الحاجات ديت، ففي بعض الناس في الكومنت كان بيستعبطوا عليا، بيستهبلوا عليا، عايزين يقولوا لي ان انا مثلا ما اعرفش اتكلم عربي كويس، او ما اعرفش اتكلم عربي، او ما بعرفش اتكلم دنماركي كويس، ما اعرفش اتكلم انجليزي كويس. هو مش قالوا لي بالظبط كده يعني، في بعض الناس قالوا لي ما اعرفش اتكلم انجليزي كويس، بس في واحد برضه او كام واحد قالوا لي انت كل اللغات اللي انت بتتكلمها ما بتعرفش تتكلمها. فانا كده بالمره كده دلوقتي بالمره في الفيديو دون انا كده بثبت ان انا بعرف اتكلم عربي كمان اهو، يعني
انا طبعا مش 100% في العربي، بس بتكلم عربي عادي يعني، زي المصري يعني. في بعض الكلمات معرفهاش او بعض التعبيرات معرفهاش، عشان انا اصلا عشت كنت ساكن في مصر مثلا قريب من 10 سنين، فانا مش عشت حياتي كلها في مصر. انا مش عشت حياتي كلها في مصر، بس قعدت في مصر مثلا حوالي 10 سنين، وتعلمت طبعا عربي في الابتدائي والاعدادي والثانوي، والمنهج كله طبعا بالعربي بالمصري، وعندي أصحاب وعائلة مصرية، فطبعا بتكلم مصري حتى إذا كان في بعض الكلام أو بعض الحاجات بالمصري أنا معرفهاش يعني، بس أنا بتكلم مصري زي المصري. بس أنا اتكلمت في الموضوع ده في فيديوهات تانية يعني. بس هما الناس دول أصلا بيستعبطوا وهم عايزين بس يعني إيه، أي حجة يشتموا الواحد، يقول أنت ما بتعرفش تتكلم لغات، أنت ما بتعرفش أي حاجة، أنت مش فاهم أي حاجة. هما بيعملوا أي حجة عشان إيه، عشان عايزين واحد يسكت، عايزين نسكت ومش عايزين نتكلم ومش عايزين نقول ان البوليجلوت دول ناس كدابين ونصابين، لان هم اصلا ناس كدابين ونصابين، هم البوليجلوت دول على اليوتيوب. هم بقى مش في ناس مش عايزين نقول الكلام ده، فعشان كده بيقولوا له انت ما بتعرفش تتكلم عربي كويس، وما بتعرفش تتكلم انجليزي كويس، ما بتعرفش تتكلم دنماركي، ما بتعرفش تتكلم اي حاجه. هم بيستعبطوا عايزين ايه، يقولوا اي حاجه عشان اسكت. بس انا مش سكتت لهم، وقلت لهم انا رايي ايه، وقلت لهم يعني في الفيديوهات انا قلت الكلام ده كتير في الفيديوهات ديت، بس بالدنماركي قصدي لا مش الدنماركي. عملت فيديو واحد بالدنماركي، عملت فيديو واحد بالدنماركي عن بوليجلوت، وعملت فيديو واحد بالعربي عن بوليجلوت، بس اكتر فيديوهات بالانجليزي يعني، اكتر فيديوهات كان بالانجليزي، بس في فيديو واحد بالعربي اذا كنت عايز تتفرج عليه مثلا، عشان اذا كنت عايز تعرف ايه الموضوع ده، واذا كنت بتفهم انجليزي يمكن تتفرج على الفيديوهات اللي بالانجليزي برضه، وإذا كنت تفهم دنماركي كمان في فيديو بالدنماركي. بس بعد كده يمكن أنزل فيديوهات تانية برضو بالعربي وبالدنماركي واللغات تانية، يعني باللغات أنا بتكلمها مثلا بتكلم عربي والدنماركي وإنجليزي والفرنساوي، لسه ببدأ بتعلم يعني، مش يعني لسه في الأول يعني. فهو ده موضوع الفيديو النهاردة، إن أنا إيه كنت عايز أقول كذا حاجة في الموضوع ده. التلات حاجات دول يعني، أول حاجة إن أنا عملت الفيديو ده للناس اللي هما بيتعلموا عربي، يعني هم عندهم فكرة مثلا انا بتكلم عربي هو كويس، هو يعني وفي نفس يعني عارف ان انا بتكلم عربي كويس، وفي نفس الوقت هو يسمع الكلام العربي عامل ازاي. لو واحد بيتكلم عادي يعني بالعربي يعني والكلام عامل ازاي، يبقى عندهم فكرة مثلا، واذا فهموا كام كلمة ولا كام حاجة يبقى كويس. بس انا هعمل الترجمة، بس هياخد وقت كتير جدا يعني، حتى الفيديو ده بتاع ربع ساعة تلت ساعة ده اللي انا عملت الوقت ده عشان احط الترجمه بتاعته، بس انا مش هستعمل بقى ترجمه اللي جوه في اليوتيوب نفسه، لان الموضوع ده انا مش عارف اعمله ازاي بالظبط. انا هعمله في الايديتنج يعني، في لما اجي اظبط الفيديو اعمل فيديو بعد ما اخلص، بعد ما اقفل الفيديو دلوقتي هظبط الفيديو واحط انا الكلام بنفسي على الفيديو نفسه، احط الكلام بالانجليزي يعني، واحاول اظبطه على قد ما اقدر يعني. بس مش هيكون مترجم كلمة بكلمة حرف بحرف يعني، يمكن بعض الكلام مش هبقى مترجم بالظبط يعني زي ما انا بقول، بس هترجمه يعني تقريبا زي ما انا بقول يعني، الكلام اللي انا بقوله بالعربي هبقى تقريبا مترجم هو بالانجليزي، يمكن بعض الكلام هيبقى مختلف شوية او كلمة تبقى مختلفة شوية، بس المهم يعني الناس يعني يفهموا انا بقول ايه في الفيديو دلوقتي. وبالنسبة يعني إذا كنت أنت هنا موجود هنا دلوقتي عشان عايز تتعلم اللغة العربية، فأنا عندي كام فيديو دلوقتي أنا نزلتهم بالنسبة للحروف العربي وكلمات بالعربي. لسه بقى في المستقبل هنزل فيديوهات تانية، بس أنا عايز أقول حاجة تانية كمان يعني، الناس اللي هم عايزين يتعلموا عربي مني أو عايزين يتعلموا مني اللغات أو عايزين يتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي، فأنا شايف يعني ما بحبش أقول الناس يعني يشتركوا كل شوية، أقول لهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة، ما بحبش أنا أعمل الموضوع ده. بس انا شايف المفروض يعني الواحد يعني يشترك في القناة يعني، عشان انا بستعمل وقت كتير عشان اعمل فيديو، ووقت كتير كتير عشان بعد كده لو هعمل ترجمة للفيديو او الفيديوهات اللي انا بعمله بالعربي، انا بستعمل وقت كتير عشان اكتب الكلام بالعربي وبالانجليزي في الفيديو، كل كلمة وكل حاجة انا بقولها. لو انا قلت كلمة بحرف السين مثلا او كلمة بحرف الشين مثلا، أو كلمة بحرف الألف أو الباء أو الت أو كلمة بحرف الس، فأنا باخد وقت عشان أكتب الكلمة على البرنامج بتاع الإيديتنج دون، باخد وقت عشان أكتب الكلمة أو أكتب الحرف وأكتب الكلمة بالحرف ده، كلمات بالحرف دون والمعناها إيه، وباخد وقت كتير عشان أكتب الكلام ده على الفيديو وأعمل الفيديو، باخد وقت كتير جدا.
بياخد وقت كتير جدا من وقتي. فانا شايف يعني لو الواحد عاجبه الحاجات اللي انا بعملها المفروض يعني يعمل سبسكرايب، عشان مش معقول انا هقعد اعمل فيديوهات كل يوم ولا كل شوية اعمل فيديوهات والناس بس تتفرجوا من غير ما يعملوا سبسكرايب، عشان بستعمل وقت كتير عشان اعمل الموضوع ده. هو بصراحة لغاية دلوقتي انا عندي بس 40 مشترك. فانا شايف الواحد لو عايز عاجبه القناة وعاجبه الفيديوهات المفروض يشترك، وبعد كده هنزل اعمل فيديوهات اكتر. يعني هعلمكم حروف، باقي الحروف وكلمات وجمل وحاجات كتيرة، هعلمكم حاجات كتير بالعربي واخليكم كويس ان شاء الله قريب، يعني هتبقوا 100% في العربي يعني. بس عشان انا اعمل الحاجات ديت لازم برضو تشتركوا في القناة، عشان دلوقتي عندي بس 40 مشترك. انا ما بينتش عدد مشتركين، انا كنت مبينه في الاول بعد كده شلته تجربة يعني. انا قبل كده كان عندي قناة يوتيوب تانية كنت مبين عدد المشتركين، بس انا عملت تجربة المرة ان انا ايه مش هبين عدد المشتركين، عشان قريت يعني ان او سمعت يعني ان في بعض الناس لو لقوا واحد عنده مشتركين قليل مش بيرضوا يتفرجوا على الفيديوهات والقناة بتاعت الواحد. عشان كده ما كنتش مبينه، مش مبينه دلوقتي، بس انا كنت بفكر ابينه تاني، كنت بفكر ابين عدد المشتركين عندي تاني. بس انا قلت اجرب كده تجربة اشوف اذا ايه اللي يعني هيفرق يعني في حاجة ولا مش هيفرق، بس ما اعرفش اذا كان في فرق ولا لأ. بس هي تجربة يعني. دلوقتي مش باين عدد المشتركين، بس انا دلوقتي عندي بس 40 مشترك. انا عندي بس 40 مشترك، واذا كان الواحد عاجبه الحاجات اللي انا بعملها المفروض يشترك، عشان يعني يشجع القناة بتاعتي، عشان يشجعني ويشجع القناة بتاعتي ويشجعني ان انا انزل فيديوهات اكتر، عشان بعد كده بنزل فيديوهات اكتر لتعليم العربي عشان بياخد وقت كتير. لو لقيت في ناس كتير اشتركوا يبقى يمكن انزل فيديوهات اكتر للتعليم العربي، وكمان بعد كده انزل فيديوهات تعليم الانجليزي وفيديوهات تعليم الدنماركي. فكل ما الناس اكتر اشتركوا يمكن بعد كده انزل فيديوهات اكتر او اعمل فيديوهات اكتر لتعليم اللغات وكده. او برضه هنزل فيديوهات حاجات تانية مش بس تعليم لغات، هنزل فيديوهات برضه. انا زرت 9 دول أو 10 دول في العالم، وعندي فيديوهات وصور وحاجات من دول مختلفة، وعندي فيديوهات هنا من دنمارك ودول تانية. يمكن أنزل فيديوهات زي كده وفيديوهات حاجات تانية، ويمكن أناقش مواضيع مختلفة يعني، وأنزل يعني فيديوهات في حاجات، هنزل أنا حاجات مختلفة يعني. بس لو واحد عاجبه القناة فأنا شايف إنه يشترك، عشان أنا مش معقولة إن أنا أستعمل ساعات كتيرة عشان اعمل فيديو وبعد كده دلوقتي لغايه دلوقتي فيه 40 مشترك بس وناس مش بتشترك. وانا مش مشكله مش عندي اذا كان في مشتركين كتير ولا لا، بس في نفس الوقت مش معقول انا هاخد ها يعني هستعمل وقتي ان استعمل وقتي واستعمل كذا ساعه كل مره عشان اعمل فيديو وانزل فيديو والناس مش بتشترك. فلو ناس عاجبهم الفيديوهات انا شايفهم لازم يشتركوا، لازم يشتركوا عشان يشجعوني. لما ناس اكتر يشتركوا انا ساعتها يمكن ابدا بقى انزل حاجات اكتر، تعليم اكتر بالنسبه لتعليم اللغه العربي وتعليم اللغه الدنماركي وتعليم اللغه الانجليزي. فانا شايف بقى لازم الناس يبداوا يشتركوا في القناه وعشان يشجعوني وكده ان انا اعمل حاجات اكتر. وعندي افكار كتير كويسه بعد كده هعمل فيديوهات حاجات كتير مختلفه يعني. فهو ده بس الموضوع يعني. وبالنسبة اللي هم عايزين تعلموا بالنسبة للعرب اللي عايزين تعلموا انجليزي، برضه في المستقبل يمكن انزل فيديوهات تعليم انجليزي للعرب، ويمكن برضه يعني يتفرجوا على الحاجات اللي انا بنزله مثلا ويحاولوا يعني اذا كان هيفهموا بعض الحاجات بالانجليزي اللي انا بنزله مثلا. فاخر حاجة هقوله بقى يعني ان للناس اللي هم موجودين هنا عشان يتعلموا عربي، يا ريت تكون استفدتوا بحاجة من الفيديو دون واخدتوا فكرة يعني مثلا دي طريقة الكلام العربي أو طريقة الكلام المصري. يعني بتكلم باللغة المصرية دلوقتي أكتر يعني مش اللغة العربية الفصحى يعني. في الفيديو دون يعتبر يعني دلوقتي أنا بتكلم اللغة المصرية، يعني الفيديو ده يعتبر بتكلم اللغة المصرية. أنا عارف في بعض الفيديوهات أنا بقول كلمة مثلا أقول مثلا مع أقول كلمة مثلا باللغة العربية الفصحى وفي نفس الوقت كلمة زيها باللغة المصرية. بس في المستقبل انا يمكن في المستقبل هركز اكتر في اللغة المصرية، يعني هركز اكتر في اللغة المصرية. يمكن لما في بعض الفيديوهات هقول كلمات اللي هي اللغة العربية الفصحى وفي نفس الوقت هقول كلمات باللغة المصرية.
يعني يبقى في شوية كده وشوية كده زي ما بيقولوا في مصر، في مصر شوية كده وشوية كده يعني. بس يعني فهو ده الموضوع يعني. انتوا دلوقتي يعني انا هنزل فيديوهات اكتر، بس انا شايف الناس لو عجبهم القناة وعجبهم الفيديوهات وعايزين ان انزل فيديوهات اكتر، تعليم كلام اكتر ومستوى اعلى، انا شايف انهم المفروض يشتركوا في القناة. فهو دون، وشكرا ومع السلامة.